في عام 2001 نشر الصحفي جمال عبد الرحيم كتابه الملحدون الجدد، وتضمن حواراً مع عبد الصمد اعترف خلاله بانضمام الداعية يوسف البدري إليه في دعوى الحسبة والتفريق المقامة ضد نصر أبو زيد. دين تلت العالم، تلت العالم مسلمين، الربع ثمن ربع، اتسم منهم ازاي؟ ازاي تسم الإسلام وانت دارك مسلم؟